عفيف بهنسي كتب القصة القصيرة ورسم اللوحات ونحت منحوتات هي متوزعة في مناطق عامة وفي حدائق البلد، كتب الشعر المنثور، كتب الشعر المقفى في 3 دواوين، كان مهتما للغاية بالحركة الآثارية وأحد مؤسسيها، كذلك كان عميدا أول عميد للفنون الجميلة. يعني كما ترين رجل متعدد المواهب متعدد السمات، كان فعلا معطاء في زمن صعب. العلامة عفيف بهنسي هو موسوعة في العلم والثقافة والفن والترجمة، ولكن أهم ما في الأمر والشعر أهم ما في الأمر هو عشقه لوطنه، هو تجذره في مدينة دمشق، هو أنه نشر عن حضارة سوريا وعن مدينة دمشق وعن العروبة ما يعتز به الإنسان بأكثر من لغة على مستوى العالم، وقد ودعنا وله أكثر من 70 كتابا. نتمنى أن يعكف الدارسون والطلاب على دراسة هذه الموسوعة العلمية والفنية وأن نستفيد منها إرثا للأجيال. ونحن في وثيقة وطن قد أعددنا مقابلات مع الراحل عفيف البهنسي لحزن الحظ قبل وفاته، وسوف ننشر هذه المقابلات في كتاب قادم قريبا جدا بإذن الله.